مرحبا، أنا اسمي فاليرين هيس، أنا مدربة تحسين تعليم القراءة والكتابة هنا في المدرسة. بصفتي مدربة القراءة للغة الإنجليزية، سأعمل مع المعلمين لمساعدتهم في تحسين كيفية تعليمهم القراء الناشئين وتقوية مهارات القراءة الأساسية لمحو الأمية، لكن دوري هذا العام مختلف بعض الشيء. هذا العام سأعمل أيضا مع الطلاب لمساعدتهم على القدرة للقراءة والكتابة جيدا، وهذا هو بالضبط ما هو معرفة القراءة والكتابة. هذا مثير حقا بالنسبة لي لأنني أعمل معهم يوميا وأساعدهم على تحسين قراءتهم وكتابتهم، سواء كانوا هنا في المدرسة أو في المنزل، فسيعملون معا كل يوم على أجهزة الكمبيوتر الخاصة بهم، وعلى مدار الأسبوعين المقبلين سنمارس روتيننا معا حتى نتمكن من تحقيق النجاح. أريد أيضا التعرف عليكم. أنا أيضاً أريد لكم التعرف علي حتى نتمكن من بناء شراكة قوية حتى ينجح طفلك في القراءة والكتابة باللغة الإنجليزية بشكل جيد. لقد كنت مدرساً لمدة 20 عاماً، قمت بتدريس روضة أطفال حتى الصف الخامس. تخصصت مؤخرا في محو الأمية، وأنا أتعلم باستمرار ما يتطلبه الأمر لأكون خبيرة ومتخصصة في تعليم القراءة والكتابة اللغة الإنجليزية، وأشارك ذلك دائما مع المعلمين، والآن يمكنني تطبيق ذلك مع الأطفال. بعض المعلومات عني: أنا أم وزوجة، لدي ولدان في المدرسة الإعدادية والصف الخامس، وأحرص دائما على قيامهما بواجبهما المنزلي ويفخران بعملهما. على الرغم من أنني لا أملك الوقت الكافي لأقضيه معهم، فهم يعلمون أنه يتعين عليهم بذل قصارى جهدهم. هذا شيء جعله والداي مهما حقا بالنسبة لي، كان والداي مهاجرين. عندما أتوا إلى هنا لم يتحدثوا أو يكتبوا اللغة الإنجليزية، لم يتمكنوا من مساعدتي أنا وأختي في واجباتنا المدرسية، لكنهم شجعونا على بذل قصارى جهدنا وعلمونا أهمية الذهاب إلى المدرسة وبذل قصارى جهدك، وأخذ الأمر على محمل الجد. أعلم أن بعض العائلات قد تشعر بالخوف من التكنولوجيا، لمعرفتكم أنني هنا لدعمكم. كل هذا جديد بالنسبة لنا جميعا. التعلم والتدريس بهذه الطريقة الجديدة، سأعمل مع مترجمين لمساعدتي في التواصل معكم حتى نتمكن من فهم بعضنا البعض. سوف أشارك رقم هاتفي الخاص بي والبريد الإلكتروني حتى تتمكن من التواصل معي في أي وقت ونحن في هذا معا. على الرغم من أن الوباء قد غير الأمور بالنسبة لنا كمعلمين وأولياء الأمور، فقد منحنا أيضا فرصة للتعرف على بعضنا البعض والتواصل على مستوى مختلف. أتمنى أن تأخذ الوقت الكافي للتواصل معي عبر البريد الإلكتروني أو الرسائل النصية. يمكنك أيضا مقابلتي من خلال اجتماع افتراضي عبر الكمبيوتر. شكرا جزيلا لكم، وإنني أتطلع إلى مقابلتكم والتحدث معكم قريباً.